خلونا يا جماعه نستفيد من ده نتفق. زي ما غضب البعض من الفنانين, انت هتقارن لا يا فندم وائل, انت هتقارن فنان لحظه واحده بس, لا لا اصل في فرق كبير. فنان ده بياخد ملايين في الافلام, عضو مجلس النواب ده والله الناس واخده فكره عن عضو مجلس النواب ده انه بيغرف. ده عضو مجلس النواب اقسم بالله ان احنا بنعاني. انا شخصيا انا مش هتكلم على انا شخصيا, انا راجل نائب فقير, انا مش انا راجل صحفي ومرتبي باخده من جريده الجمهوريه. اه يعني لو انا بقى يعني هتحاسب على اللي انا باخده من مجلس النواب ولا بتاع ده, ما ولا حد حاجه. اتفضل. جريده الجمهوريه بميزانيات الصحف الحكوميه, نعم, عندها فلوس تصفر لا لا عندها ولا صفرت حد على حساب وما صفرتش. هتشوف بقى. اه طبعا. يبقى هنا انا لو عايز افكر حتى اقول ايه, طب ما نشوف الصحافه الرياضيه يا جماعه اللي بتنقل حتى للناس. نصفر ما راحت صفر سافروا, ما صفر الصحفيين الرياضيين, مش حد ما سافرش الدنيا كلها شركات سفرت على حسابها يا باشا. كل شركات سفرت بس على حسابها. انا بس استاذ فوزي, انا معايا ناس من مرسى مطروح. انا سالتك سؤال, تقدر تسافر على حسابك؟ قلت لي اه. كل من يستطيع السفر, انا ما اقدرش اسافر على حسابي. فنانا, نائبا, اعلاميا, رجل اعمال, ما ينفعش يسافر مجانا. انت ما ينفعش يا فندم. مش مجانا. ما ينفعش تسافر مجانا. لا بقى اختلف مع عليك في كده. لا اختلف معاك تماما. انا مش مجانا. في فرق يا فندم بعد اذن عليك. خلاص. وائل بيه الابراش الصبح جات له دعوه علشان يسافر يحضر مهرجان في اي دوله. لا منتدى اعلام خاص بمهنتي. الوضع يختلف. طب ما ده خاص بمهنتي. لا لا لا, طب خاص بمهنتي. ده لو جاله حضرتك بعد اذنك حاسبني بعد اذنك لو سمحت. لحظه, مين اللي هيحاسب المنتخب اتحاد الكوره؟ مين اللي هيحاسب؟ احنا بقى. احنا اللي هنحاسبهم. انا لجنه شباب هحاسبهم. امال ايه؟ ما انا عامل طلب احاطه على الاتحاد الكوره. طيب انا عامل طلب احاطه. يعني لحظه واحده يا استاذ, انا لو انا بقى لحظه ورئيس لجنه يعني الشباب, عايز المشاهد يستفيد بحاجه بعد اذنك. المفروض بقى لو كده المشاهد مش هيستفيد بحاجه اساسا, ان انا المفروض كان مجلس الشعب يطلعني على حساب الناس, يطلعني على حساب مجلس النواب. ليه؟ مش انا لجنه شباب ورياضه, وانا انا لجنه شباب ورياضه, مش لجنه الطاقه ولا لجنه. طيب يعني انتوا دلوقتي سفركم رجعتوا لنا, خلاص سفركم رجعتوا لنا يعني بمخزون من المعلومات والمستندات. انا اقول لك بقى, انا اقول لك, ولا أقول لك. زيك زي اللي قاعد قدام التلفزيون. انا اقول لك اولا دي انا مش طبعا الناس دي مش رايحه مهمه رسميه. لا. لو كنت كان مهمه رسميه كان انا مطلوب مني ان انا اقدم تقرير. لحظه بقى, انا اقول لك بقى, احنا انا كراجل بقى وكيل لجنه الشباب والرياضه وكان احد رياضي, اقول لك بقى الدنيا مشيت ازاي. اولا اتحاد الكره ده المؤتمر اللي عمله ده ادان نفسه فيه, يعني ده مؤتمر ادانه. هو كان عامل مؤتمر يبرئ نفسه فيه, ادان نفسه فيه. لماذا؟ ايه الادانه؟ اقول لك الادانه. نمره واحد ان هو اعترف بالوقائع اللي حصلت كلها اللي اتكلمت الناس عنها, اللي هي الوقائع بتاعه اللعيبه اللي سجلوا لنفسهم في غرف اللاعبين وعملوا الفيديوهات وراحوا بعتوها باعوا نفسهم. ما اللعيبه باعت نفسها ب $5,000 يعمل فيديو لنفسه يروحوا يبيعوا القناه الفضائيه تانية, وبعلم بقى الله اعلم بعلم الاداره. لو كانت بعلم اداره المنتخب يبقى ده كارثه. لو كانت بدون علمهم يبقى ده كارثه اكبر, لان انت ازاي انت تبقى مسؤول عن المنتخب اداره المنتخب وما تعرفش اللعيبه بيعملوا. لا وبعدين انت علمت هناك لم تتخذ اي اجراء, وبعدين انت في الوقت تقول انا هاخد بتاع الحادث غير الاخلاق اللي قالك ان احنا وقعنا عقوبه على سعد سمير, وسعد سمير قال لا ما حدش وقع عقوبه ماليه عليا. لو المفروض ده ما كانش يستحق عقوبه ماليه, بس كان المفروض يرحل. لان عمل غير اخلاقي في قلب الملعب. طبعا اشاره لا اخلاقيه, كان المفروض يترحل على طول. اللعيبه اللي خرجت وراحت عملت برنامج مع مجدي عبد الغني, انت جبت مجدي عبد الغني وقال لك انا ما اعرفش حاجه. مليون في المئه ما اعرفش حاجه. ازاي ده الراجل اللي هو ال بيسموه ايه, المذيع الرئيسي في البرنامج. هو قال لي لا مؤاخذه, لاموري في زوري. انا ما كنتش لاموري في زوري ايه وبتاع. هو ده انا ماليش علاقه يا باشا. انت مع احترامي ليك يا استاذ وائل, انت بتسيطر على ضيوفك صح. انت لاول مره اكتشف ان انت ما قدرتش تسيطر على مجدي عبد الغني. لا يمكن, اصل يعني عشان تخلي مجدي يتكلم انت. لا هو يعني مجدي عبد الغني, مجدي عبد الغني معاه مش حي. لا مجدي عبد الغني ادان نفسه في كل اللي قاله, ادان نفسه. انا ما هو مجدي. يعني انت ما راجل, اولا راجل يطلع في مؤتمر صحفي, اولا دخل المؤتمر الصحفي ازاي؟ ها ده بقى عامل الباب كانه داخل بتاع ده قهوه ولا بتاع ده ولا كافتيريا, ودخل واتكلم كده. طب ما تتكلم, ليه ما نسقتش مع رئيس الاتحاد وقفت كده قدامه على المنصه واتكلمت, وكنت تبقى في تنسيق مع رئيس الاتحاد؟ عشان ده بوريك الفوضى.
دي فوضى اداريه. يعني الاتحاد ده فشل اداري مع احترامي طبعا. شايف المشهد بتاع النهارده بتاع الخناقه اللي في المؤتمر والخناقه والكلام ده، ده اذا كان هو فشل في تنظيم مؤتمر، يعني اتحاد كره فشل في تنظيم مؤتمر هو اللي عامله. يبقى انت عاوز ايه بقى؟ هينجحوا في تنظيم رحلات كاس عالم ولا اداره معسكر لكاس عالم ولا اداره مشاركه مصريه؟ انت رايح منتخب راح يشارك في كاس العالم، يبقى كل ده اختيار المدينه خطا. ويقول لك طب انت راجل، انت راجل عضو المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي وما تعرفش تقول ده فيه في اصل فيه دول سبقتنا وقبل القرعه؟ طب الكلام ده ما انت راجل في الاتحاد الدولي وما انت ما عندكش كل الخبرات ولا المعلومات دي كلها. يبقى اذا ده فشل اداري من الاول للاخر. انت ما روحتش اخترت المدينه من بدري ليه وتختار مدينه في وسط روسيا؟ تبقى انت الملاعب ده مش 1600 كيلو اللي هي الجوزي في الشيشان يعني. تروح تقعد في الشيشان ليه وكل الكاس العالم في حته تانية؟ انت مش قاعد في مدينه فيها اصلا مباريات، ما فيهاش استاد يعني اذا وما فيش فيها جو الملاعب، مفيش فيها جو الملاعب. يعني انت عايش في بتاع في حته يعني لوحدك. يقول لك الصيام، هو انت لعبت في رمضان؟ انت لعبت يوم العيد. صحيح ممكن اللاعب كلام عن الاستعداد البدني، وبعدين هقول لك حاجه تانية. هو مش فاكر انت حضرتك لما قالوا ان احنا جايبين خبير غذائي ومش عارف ايه عشان يعالج موضوع الصيام ده؟ طب فين هو؟ عمل ايه؟ وجبتوه بكام؟ وصرف كام؟ وعمل ايه؟ ايه النتيجه؟ مفيش نتيجه، بدليل ان اللعيبه اقل فريق من ناحيه اللياقه، اقل فريق من ناحيه بذل الجهد، اقل فريق من ناحيه الروح. انت شفت المنتخبات كلها بتلعب بروح عاليه، شفت ماسكرانو امبارح بتاع الارجنتين وشه كله دم، ما خرجش على الخط عشان يتعالج. والدم والحكم استماته، يعني اللي هو استماته بيموت نفسه على علم بلده على بلده. يعني اذا انت اتحاد الكره فاشل في كل حاجه. المدرب ده كان بيفاوض المدرب قبل البطوله، قبل كاس العالم. طب انت بتفاوضه على ايه؟ مش تستنى تشوفه اداؤه ايه في كاس العالم؟ ما في فرق غيرت مدربينها قبل كاس العالم بكتير. يعني منتخب استراليا غيروا المدرب برغم ان هو وصله كاس عالم. هو بيقول لك كويس قوي ان انا وصلتك كاس العالم. لا يا حبيبي، لا مش كويس. انت اضعف مجموعه في التصفيات، صح؟ تصفيات احنا لعبنا مع مين؟ كونغو، اوغندا، وغانا. طب ده احنا اتغلبنا من اوغندا، ولولا غانا بس اللي كانت بتتغلب ما كناش هنوصل كاس عالم. اخفاق غانا ساعدنا يعني اخفاق غانا هو اللي ساعدنا. ومع ذلك برضه صعدنا بضرب الجزاء، وصعدنا بضرب الجزاء وعذبونا. مش احنا اتعذبنا؟ المصريين اتعذبوا في ماتش اوغندا وفي ماتش الكونغو، ومع ذلك احتفلنا وانتصرنا وقلنا وصلنا كاس عالم. يبقى اذا انت ما تمنش علينا بقى بان انت وصلت لنا كاس عالم. لا، ده من حق مصر وامكانيات مصر ولاعيبه مصر وال100 مليون وال110 مليون المصريين ان هم يروحوا كاس عالم كل مره. عايز اقول لكم اربع مرات النهارده يكرر المهندس هاني ابو ريده، انا قعدت حسبتها له، يعني ان كفايه ان احنا وصلنا وصلناكم لكاس العالم. يعني وفي حاجه ثانيه، يعني انت الطبيعي جدا ان انت توصل كاس عالم كل مره. يعني كل كاس عالم لازم تكون مصر موجوده فيه. يبقى اذا ده حق ده يعني انت ما توصلنيش. طيب. كاس العالم ده مش حاجه، ده انت الفشل اللي قبل كده كل الناس اللي ما وصلتناش كاس العالم دي فشل. شفتوا ملامح فوضى هناك يا استاذ فوزي قبل في حاجه ثانيه يا استاذ معلم فيها ونسمع بعض كده ما نقطعش بعض. انا مع احترامي الكلام حسين بيه كله تمام، بس هو بيتكلم بصفته ناقد رياضه. انا النهارده جاي بصفتي نائب، جاي بصفتي نائب عند حضرتك. النائب ده دوره ايه؟ انا واجبي ايه؟ انا واجبي مش جاي احلل ايه الفنيات بتاعه المنتخب. لا، والجانب بعد اذن عليك بس بعد اذن عليك انا جاي بصفتي نائب. النائب ده له دور. ايه دور النائب؟ دوري انا رايح ليه؟ لجنه الشباب راح ليه؟ راح تشوف. احنا قعدنا في وسط الجماهير، احنا لم نطالب ان احنا نروح للمنتخب، ما رحناش قابلنا المنتخب. احنا زينا زي الناس كمجموعه نواب، عشنا في وسط الاجواء زينا زي اي حد، لكن لنا رايحين نقيم وضع. جينا بايه؟ بتقييم الوضع. انا من حقي كنائب ان انا اعمل طلب احاطه في ايه الدور اللي اخفق فيه الاتحاد، وايه المشاكل، وايه ليه الاسباب الرئيسيه اللي هي ادت الى التدهور اللي احنا كنا فيه. ده من حق اي نائب انه يقدم طلب احاطه. طيب حضرتك بصفتنا اعضاء مجلس نواب واعضاء لجنه الشباب والرياضه وكيل وامين سر وعضو، ان احنا رايحين ليه؟ نراقب. ايوه نراقب. طيب هل احنا من حقنا كمجلس نواب ان يحل اتحاد الكوره؟ مش من حقه. انا بوجه دعوه بقى، عايزين نتكلم الكلام اللي هو المفيد اللي يفيد. ايا انديه مصر كلكم
يا اعضاء الجمعيه العموميه، مع احترامي لكل اعضاء مجلس الاداره اللي كلنا نربطنا بيهم صله كويسه، اعضاء مجلس اداره الاتحاد، وما ناس كلها ناس كلها ناس محترمه وناس افاضل كل واحد في مكانه، لكن النهارده انا شايف في اخفاق في الاتحاد من وجهه نظر مجلس النواب ولجنه الشباب والرياضه. في 20 طلبه حطت قدامهم. المهندس فرج عامر بعد نهايه المباراه الثالثه الراجل نزل بيان محترم اشفى غليل نص الجماهير المصريه، وبناء عليه هيتم ان شاء الله ان احنا في لجنه تقصي حقائق هتنزل من مجلس النواب والنيابه العامه والاموال العامه، هتنزل اتحاد الكوره تشوف كل المخالفات اذا كان هناك مخالفات. والله ما فيش مخالفات، متشكرين الجانب الفني هم فيه ليش دعوه بيه. اما النهارده حضرتك طب ولجنه التقصي اكمل كلامي تستمد مشروعيتها من ايه؟ من مجلس النواب بناء على طلب مجلس النواب. زي ده دورنا، ده دورنا احنا بقى، ده دورنا، دي شغلنا اللي هو الرقابه. انت بتراقب بس ده هتحدد بعد اذنك حسين بيه، بعد اذنك حسين بيه، بعد اذنك حسين بيه. انا كرقابه، انا كعضو مجلس النواب، انا اراقب، ومن حق المراقبه ان انا اعمل اللي هو طلب الحاطه، ان انا اعمل في ايه، ان انا اعمل لجنه تقصي حقائق. وبطلب من خلال لجنه تقصي الحقائق المطلوب، يعني مثلا ناس فنيين لازم تبقى وزاره الشباب والرياضه موجوده، لازم الاموال العامه تبقى موجوده، النيابه العامه، كل ما هو متعلق بهذا الموضوع يبقى موجود. الجانب الفني ده مش شغلتي. تاني حاجه، الحاجه اللي بتحل مجلس ان تحل اتحاد الكوره، الحاجه الثانيه هي الحاجه الثانيه اللي هي ايه، الجمعيه العموميه الخاصه بالانديه اللي هي نجحت اتحاد الكوره.